عودي للمتابعه نحن وياكم على صحه السلامه. ضيفي الدكتور ربيع حسون نائب صيادله في لبنان والمؤتمر العلمي 22 لنقابه صيادله لبنان اللي بصير اول مره بعد 50 سنه وبيترأسه لبنان. على صحه السلامه. الامن الدوائي في الوطن العربي. صباح الخير دكتور ربيع حسون. هو عنوان المؤتمر يلي بصير بعد 50 سنه ولاول مره بلبنان بيترأسه لبنان، وطبعا الاساس هو الامن الدوائي في لبنان، يعني ليكون المواطن اخذ حقه وهو حق مكتسب، يعني لازم يكون. بالبدايه شو اهميه انه ينعقد هيك مؤتمر بلبنان ويترأسه لبنان كمان؟ هو نحن بنقابة صياد لكل سنة عنا مؤتمر علمي من سبي، بس اللي صادف هاي السنة أول مؤتمر بيصير مع اتحاد صياد العرب، والمؤتمر 29 لاتحاد صياد العرب، وصار في عنا اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد صياد العرب. هذا المؤتمر كان تحت عنوان الأمن الدوائي في الوطن العربي. نعم. وكمان كان للبنان أول مرة لبنان بترأس اتحاد صياد العرب. بالنسبة لنا نحن كلبنان أنه يكون في عنا كل الأخوة العرب يعني كانوا حاضرين بلبنان لنبحث امر مهني وامر بخص المواطن العربي وصحه المواطن العربي بلبنان. يعني كانه اليوم نحن عم نرجع نجي بنقول انه لبنان ما زال موجود، قادر اليوم يجمع كل الاشقاء العرب وكل الدول العربيه لنبحث امر مهني، امر صحي، امر طبي مهني. لذلك بالنسبه لنا نحن بنعتبر حالنا انه الحمد لله عملنا انجاز للبنان انه جمعنا كل الدول العربيه نتباحث بهذا الامر مع كل الظروف اللي عم بيعيشها كل الوطن العربي. طلعنا من الموضوع السياسي وقدرنا نلتقى على موضوع واحد. كان العنوان هو الامن الدوائي في الوطن العربي لانه التحديات هي وحده بكل الدول العربيه، مع انه انا بدي اقول لك يمكن اليوم بلبنان يمكن اكثر بشوي عنا تحديات بالنسبه للدواء وبالنسبه لامن صحه المواطن اللبناني. كان تحت عنوان الامن الدوائي في الوطن العربي، وكان لبنان مترأس وحيترأس الاتحاد بالفتره اللي جايه. طبعا وقت نحكي امن دوائي دكتور ربيع، يعني بنحكي هل نوعيه او بنحكي كميه او شو يعني شو اللي مش مؤمن امنيا للدواء للمواطن اللبناني؟ نحن حبينا نروح على هذا العنوان لحتى بالفعل نوضح شو هي رساله الصيدلي. نعم. اليوم الصيدلي هو الإنسان المهني الوحيد الذي هو في تماس مباشر مع المواطن بالشارع. أوكي. يعني اليوم أنت اليوم أي واحد دوران طبيب بده يأخذ موعد بيعطيه بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة. بيستقرب عند الصيدلي؟ لا 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 لا, لا بالعكس، نحن وظيفة الطبيب طبيب، وظيفة الصيدلي صيدلي. بس أنا عم مقارن، بيأخذ موعد بيروح لعنده. المحامي نفس الشيء. نعم. طبيب الأسنان نفس الشيء. المهندس نفس الشيء، بيروح على مكتبه وعلى عيادته. صحيح. لا، الصيدلي غير. اليوم اي مريض بحب يروح عند صيدلي ما في، بدق الباب بفوت بلاقي صيدلي موجود ناطره ليسمع له ليستشيره ليعطي رايه لحتى يصرف له دواء ليقول له كيف يستعمله. عنده الحق؟ لا، كل هذا ضمن القانون. ضمن القانون. انا ما قلت يكشف له مرضه، او ما قلت يوصف له دواء. لا هيدي بتصير معك حق، انا بعملها، بفوت عند الصيدلي بقول له عندي 1 2 3 شو بتنصحني؟ هذا موضوع ثاني. هذا موضوع ثاني. في قصص الصيدلي في يعني ينصح المريض، وفي نوع من انواع الادويه في يصرفها، بس انواع كثير قليله يعني بسموها اللي هن الادويه اللي هي اوفر ذا كاونتر. نعم. بس لا، اغلبيه الادويه بدها وصفه من الطبيب. نعم. يبقى اليوم هذا الصيدلي بتماس مباشر مع المريض 24 على 24. يبقى هذا الصيدلي اليوم الوحيد اللي هو عنده خبرة بالدواء اللي عم بياخده المريض. لما نحكي عن أمن دوائي عم نحكي عن رجل اختصاص شغلته انه يحمي صحة المجتمع وصحة المريض من تعدي ممكن يصير على صحة هذا المريض. ليش قلنا أمن؟ اليوم نحن ما بنحكي على الاعتداء، ممكن يكون اعتداء جسدي، ممكن يكون اعتداء بالضرب، ممكن اعتداء بالسلب، ممكن يكون اعتداء لذلك اليوم الدولة بتعمل في وزارة داخلية وفي رجال أمن وفي ليحموا الناس جسديا ويحموا حقوق الناس. الصيدلي هو رجل أمن صحي لأنه هذا قاعد ناطر 24/24 عم بيحافظ على صحة مواطنين من أدوية ممكن تكون مش مظبوطة، من ناس ممكن ياخدوا دور الصيدلي ويتاجروا بدواء ممكن يكون مهرب، ممكن يكون مزور. وتصور إذا كان هالأدوية صارت موجودة بالسوق على شكل كتير كبير،
شو بيصير بالمجتمع؟ نعم. تصور اليوم انت لو ادويه المخدرات صارت ما لها اي رقيب ولا اي حسيب وفلشت بالسوق، او ادويه اللي هي مثل ما صار فترات عده بلبنان يعني، وتصور لو تجاره الدواء بطلت ضمن مسؤوليات صيادلي. نعم. اليوم الدواء هي من 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 اكثر الادويه التجاره الرائجه بالعالم، تجي يمكن ثالث تجاره رائجه بالعالم. صحيح. تصور لو هذه ما كان لها ضوابط. أكيد. لأن عم تحكي عن صحة ناس، يعني هذه بتكون أهم تجارة للناس اللي بيتاجروا بصحة الناس. لذلك اليوم نحن حكينا بأمن دوائي في الوطن العربي وفي لبنان. هذا الأمن الدوائي يبدأ بالتصنيع، إلى النقل، إلى الاستيراد، إلى التسجيل، إلى التخزين، إلى التخزين، إلى الصرف من قبل كل هالسلسلة المسؤوليات. مفروض يكون في صيدلي مسؤول عنها، وصيدلي مراقب ومرخص من قبل وزارة الصحة العامة. طب نحن بنعتبر حالنا بلبنان عنا أمن دوائي؟ أول شيء سؤالك جدا كتير مهم. الجواب بكون يا في أمن دوائي يا ما في. يا ما في أمن دوائي. اليوم هاي السلسلة إذا كانت مفقودة بمحل من المحلات، ما في يقول إنه 90% منا ضابط و10% منا منه ضابط، لذلك نحن عنا أمن دوائي 90%. لا، نحن يا عنا أمن دوائي يا ما عنا. يا ما عنا أمن دوائي. هلا اذا انت بترجع للقوانين ووزاره الصحه شو عم بتساوي، وكان احنا كنقابه بالتفتيش والرقابه، انا في اضمن لك 100% اليوم في امن دوائي ما دام القصص عم تراقب من قبل المؤسسات الصيدلانيه، ان كان بالتصنيع لغايه الصرف. ولكن بلبنان في عنا شيء خارج القانون، يعني بدنا نقول عمليه بعض صرف الادويه من قبل بعض المستوصفات الغير مرخصه وغير مراقبه. نعم. طب انا شو بينفع اليوم انه عندي 3000 صيدلية بلبنان، و3000 صيدلية بلبنان مراقبين، واليوم في تفتيش عليهم وزارة الصحة، وفي تفتيش عليهم من نقابة الصيادلة، وكل الأدوية اللي فيها مزبوطة، وبالمقابل في 1000 ولا 2000 و3000 مستوصف في لبنان، وبعض منهم أو الأغلبية غير مراقبين وعم بصير فيهم تجارة أدوية. نعم. أنا اليوم بدي أرفع الصوت لشغلة كتير خطرة عم بتصير بالبلد، وأنا بناشد اليوم وزير الداخلية بشيء كتير مهم عم بيصير، ويمكن اليوم مش عم بيلفتوا له نظر فيه. اليوم عم بيصير في كل يوم اثنين عم بيصير في سرقة لصيدليات، وسرقة الصيدليات مش بس عم بفوتوا بياخذوا الأدوية المخدرة أو عم بياخذوا مصاري، عم بياخذوا أدوية. صح. وهي الأدوية عم ترجع تباع، أكيد هدول الأدوية لا تباع، تعاد بيعها بالسوق اللبناني بالصيدليات، عم تباع من خلال بعض الدكاكين. هاي الأدوية لما مجرد ما تطلع وتخزن بمطارع غير صالحة للتخزين وترجع تفوت لعند الناس، حتشكل كتير خطر على صحة الناس. نعم. أنا اليوم ناشد اليوم الناس، بقول لهم اليوم للمواطنين بدك دواء فعال وجيد ما تتوجه الا على صيدليه. اليوم هذا امن دوائي. طب من ضمن امن الدوائي في عده خطوط، هيك بدي احكيك انا على صعيد المواطن اللي بينزل على بيته، بدي اعتبر حالي نزلت على الصيدليه انا. اول شيء اوقات بشوف الواجهه معرضه للشمس والادويه معروضه عليها، لانه صايره كمان تجاره. بنفس الوقت كمان انا بنزل مثلا بدي اجيب دواء معين، بكتشف بعدين بنشرات الاخبار انه هالدواء كان مزور، عم ياخذوا المواطن اللبناني على فتره، مثل ما صار من فتره بدواء مسيل وسمعنا وقامت القيامه وقعدت وغيره وغيره من الادويه. طيب هودي اللي بنسمع هودي اسمهم عدم وجود امن دوائي ولا شو؟ اكيد هدول بيصبوا بعدم وجود امن دوائي، بس هدول منهم المشكله. اقول لك وين؟ اقول لك ليش مش مشكله. ما دامك انت عم تحط انظمه وعم تطلع قرارات لحتى تطور عملية حماية صحة المواطن، يبقى نحن ماشيين بالخط السليم. اليوم طلعت قرارات من وزارة الصحة لعملية المعايير الجيدة للنقل والتخزين والتوزيع والصرف. نعم. واليوم نحن بلشنا نطبق من ضمن البرامج اللي هي رقابية من قبل وزارة الصحة ومن قبل نقابة الصيدلة على الصيدليات، إن كان من ناحية كيفية توضيب الأصناف، إن كان من ناحية حرارة الصيدلية، إن كان من ناحية وجود البراد بالصيدلية. كل القصص اليوم عم نطلب من الصيدلي يطور حاله بهذا الموضوع، عم يحط استثمارات فيها. لذلك أنا بشكر اليوم الصيدلي كتير عم يتبعوا هاي المعايير لحتى يكونوا ضمن التطور العالمي والعلمي بحفظ الدواء وتخزينه وعملية صرفه. الموضوع مش هون، الموضوع ليش بدي أنا أطلع اليوم بس على الصيدلي؟ هني مجبورين يفوتوا هذا الموضوع، ما بتطلع اليوم على كيفية تخزين الدواء في بعض الدكاكين اللي هي تعمل تحت الأعمال الخير. يعني وقت تحكي دكاكين، هل هي صيدلية؟ لا لا لا، ما في صيدلية دكاكين، مستوصف بعض المستوصفات اللي هي لا تراقب. بينما اليوم كل الصيدليات يسرق الدواء ويروح على مستوصف؟ ممكن كتير. اليوم هذه الدواء اللي عم تنسرق لوين بدها تروح؟ لأنه اليوم نحن في رقابة على الصيدليات وعلى مشتريات الصيدليات، وهي بدها تكون شارين أدويتهم من مؤسسات صيدلانية ومن شركات. نعم. طيب اليوم أنا عم راقب هالصيدليات وعم راقب مصدر الأدوية من هالصيدليات،
طب يبقى وين بدها تروح تنباع هالأدوية إلا عن طريق بعض المستوصفات؟ نعرف إحنا أنه شهادة الصيدلة ممكن أنه ما بعرف إذا بعده موجود هالقانون أو وضح لي، يعني أنا بعرف هيك بالحياة أنه موجود نقابة الشهادة فيها تؤجر أنه واحد يفتح صيدلية، أو ممكن يكون اللي قاعد ورا الكونتوار منه صيدلي، هيدا بيأمن الأمن الدوائي؟ هذه مقولة كنا نسمعها قبل ما أعمل أنا صيدلي. نعم. أنه بكرة عميل صيدلي بتأجر شهادتك. صح. هذا الامر راح، بس بعد ما بنشوف اشخاص ما عندهم شهاده موجودين بالصيدلية وحدهم. هذا الصيدلي صاحب رساله، مو ممكن الرساله والخدمه تؤجر ولا ممكن. نعم. اليوم العلم لا يؤجر والمعلومات لا تؤجر، وحمايه صحه الناس منا موقع للاجار. صحيح. لا لا لا، بالعكس، نحن اليوم من اهم اولويات عملنا كنقابه ان دائما نشدد على وجود الصيدلي شخصيا في صرف الدواء. بس ما عم بصير دائما هيك. اغلبيه الصيدليات اليوم فيها صيادله يصرفوا دواء. اليوم نحن لما بنروح على صيدليه ما بنلاقي فيها صيدلي متواجد بصرف الدواء، الصيدلي عم بياخذ عقوبات بهذا الموضوع. حتى اللي بيفتح 24 ساعه، اللي بيفتح بالليل كمان، اللي بده يفتح ما دام الصيدليه بابها مفتوح. نعم. بده يكون في صيدلي متواجد بصرف الدواء اللي هو عنده شهادته، اللي هو مسجل بنقابه الصيادله واخذ اذن مزاوله بوزاره الصحه. نعم. حتى مش مقبول اليوم، حتى صيدلي بيقولوا لي مره صيدلي منه لبناني وصيدلي لبناني وصيدلي ماخذ كولوكيوم. لكن مش ملحقين تفوتوا على الكل دكتور. لا لا انا بس بدي اخبرك شغله. نعم. اليوم عندنا جهاز تفتيش، وزاره الصحه عندها جهاز تفتيش. نعم. انت بتساوي شغلك وبتعمل التفتيش، ما في شيء اسمه 100%، يعني ما في شيء اسمه كامل. بس نعم. انت اليوم اذا انت اليوم اي وقت بتحب تمرق على النقابه، انا برجيك اليوم عاملين شغلنا بنسبه 90%، بس اليوم لا، اكيد اليوم في مخالفه من هون، في مخالفه من هون. انا مش بطور احكي. طب اذا انا عندي زملة. اذا انا عندي ال 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 بترجيك رشتاش بقول البريسكربشن، البريسكربشن موجوده معي، وفتت على الصيدلية وعطاني حسب الموجود علي، في شيء خطر على الموضوع؟ يعني ما في، يعني هون اللي انا عم بحكي هون الخطوره. هي نحن اذا هيك بكون انا بياع. اوكي. انا ماني بياع، انا اليوم شغلتي اعرف اول شيء مين حضرتك. نعم. ثاني شيء بدي اعرف شو مشكلتك. ثالث شيء بدي انا اشوف هدول الادويه اللي موصوفين، هي ترى انا مراقب، انا مش عم راقب وصفه الطبيب، بس انا اليوم بدي اشوف هل يا ترى شو الاشارات اللي اعطيك اياها لما تاخذ هاي الادويه، هذا بتاخذه قبل الدور، هذا بتاخذه مع هيدا، هذا ما بتاخذه مع هيدا. والا انا اذا ما عملت هذا الواجب بتكون انت ممكن عم بعمل الامن الدوائي. مش كمان عمل الامن. دكتور ربيع حسون، قبل ما يخلص وقتنا بدي احكي شوي عن اتحاد صيادله العرب اللي حضرتك مترأس هالمؤتمر وتم انتخابك كرئيس له، شو راح يصير بالبرنامج؟ شو هي الاولويات اللي راح تطرح خلال وقتين راح بصير؟ نحن اليوم اكيد كاتحاد هو تاسس من تقريبا حوالي 60 سنة. نعم. اليوم لبنان حيترأس الاتحاد لأول مرة بتاريخ لبنان، حيترأس هذا الاتحاد. اليوم مثل ما حكينا اليوم في عنا التشالنجز تقريبا وحدة بكل الدول العربية، نحن حنحاول قدر المستطاع أن نوحد الرؤية اللي نحن نمارس فيها مهنة الصيدلي بهذه الدول، لنأمن صحة المواطن العربي بجودة الدواء، بموضوع التعليم الإلزامي والمستمر. نحن عملنا لبنان اليوم تجربة جدا رائدة بموضوع التعليم المستمر. نحن كان عنا مؤتمر من أسبوع، أول مرة بهذا المؤتمر بيحضر ما لا يقل عن 70% من صيادة لبنان. يعني نحن عادة كان نروح على المؤتمر 1000 لـ1200 صيدلي يحضروا المؤتمر، نحن عملنا هالسنة مؤتمر علمي حضروا ما لا يقل عن 3500 صيدلي. كانت قاعة المحاضرات كان يكون فيها 1000 كرسي أو 1200 كرسي، كان يكون في شي 100 أو 200 واقفين عم بيحضروا محاضرة. نعم. بالنسبة لنا كان هاي خطوة استراتيجية جدا مهمة، لنجي نقول لا، نحن اليوم عنا مهارات عم نطورها، نحن عنا قيم عم نشتغل من خلالها، عم نطلب من الدولة ان الدولة وكل الدول العربية تعطي حق الصيدلي بممارسة مهنته، بممارسة حقه بحماية صحة المواطن. تجسيد مفاهيم مهنة الصيدلي يمكن هي من اهم اولوياتنا كاتحاد صيدلي العرب، لحتى نرجع لهي المهنة حقها لتقدر تحمي صحة المواطن. هل بين الدول العربية لبنان يعتبر بالدرجة الاولى من ناحية هالموضوع هيدا او لا؟ ما أهمية الصيدلة من شطارة الصيدلة من تأمين الدواء الآمن مثل ما حضرتك بتحكي؟ بلبنان في أمور كتير للأسف بدها شغل كتير، يعني لا. ما في ولا دولة بده عند الدول العربية عندهم هالشغلتين اللي نحن للأسف ما بعرف كيف موجودين عنا، موضوع الجامعات. نعم. ولا بدولة عندها موضوع التجارة بالجامعات مثل ما موجود عنا بلبنان. نعم. نحن اليوم عندنا 5 كليات صيدلة، بلحظة هيك من اللحظات حبينا نعملهم 12. اوكي. نحن ثاني دولة بالعالم بعد الصين بكثافة عدد الصيادلة بالنسبة لعدد السكان.
عم تحكي جد ايش؟ نسبة للأربع مليون اوكي فهمت عليك. يعني نحن اليوم عندنا 20 صيدلي ل 10,000 مواطن. بالدول العربية المعدل هو 5 صيادلي ل 10,000 مواطن. طيب نحن اليوم عم نخرج صيادلي لمين؟ وشو بدهم يساووا؟ اليوم انت بتمشي على اي طريق بتلاقي الصيدلية حد الصيدلية حد الصيدلية، صرنا مثل الكاكين. مش 300 متر دخلك لي بعض العلوم؟ 300 متر بس. انت اليوم 300 متر بول. بس انا شغلتي اليوم خرج صيادلي ولا امن مستقبل لصيادلي ليكون عم يخدموا المجتمع بشكل صح. الموضوع الثاني موضوع المستوصفات، انا هيدي التجربه مش موجوده ولا باي دوله عربيه. نعم. انا اليوم بدي حب اعمل بس المواطن ما عنده مصاري اوقات بده يلجأ للمستوصف. يعني شغله الدوله وشغلتي انا كنقابه صيادلي اني امن الدواء. شو معناتها امن دوائي؟ اني امن الدواء الجيد للفقير قبل الغني بالسعر الموجود بالجوده العاليه. طبعا شغلتي. طبعا انا ما يعني ما عندي وقت، حابب احكي معك كثير بعد لانه بالفعل الحديث مشوق بهم المشاهدين، يعني هذا موضوع جدا مهم. ان شاء الله بنشوفك يوم تاني معنا بعالم الصباح. ثانك يو لوقتك دكتور ربيع. شكرا شكرا لكل المشاهدين. بريك قصير بعدها بنعود للمتابعه نحن وياكم مع خفيف نظيف ورشه ملح. خليكم معنا.